جميع المهاجمين ما بيلعب فيهم اساسي كثير الا يمكن اقربهم او اكثر واحد بيلعب فيهم اللي هو فراس البركان مع الفتح. لكن خلينا ناخذ اللهجه اللي بيتكلم عنه اخي الاستاذ احمد. في كاس العالم يمكن ما حتشوف مهاجمين كثير قد ما حتشوف طريقه دفاعيه، نهج دفاعي للفريق السعودي، لانك بتلعب مع ما ترك مساحات للفرق امام الارجنتين او امام ايرلندا او امام المكسيك خطوره، لانه في عندهم لعيبه بيلعبوا على المساحات وسريعه. فاعتقد كل تركيز رينالد الان بيلعب على النهج الدفاع، وليس الدفاع فقط انما النهج الدفاعي للمجموعه. انت بتشوف الضغط على حامل الكره، المتهاجمين بيركزوا اول خط دفاع. انا شفت في المباراه الماضيه كان تكتيكه كله على ضغط على حامل الكره في المنطقه اللي موجوده الدفاعيه للفريق المنافس. فاعتقد يعني ما حنتوقع انه المهاجمين هذول حيكون لهم دور هجومي قد ما حيكون لهم دور تكتيكي في اداء النهج الدفاعي للمنتخب السعودي في كاس العالم. طبعا لا يعني انه نحن ما حنوصل للجول او ما حنهدف او ما حنوصل، ولكن نحن اذا بنتكلم على الارقام وعلى التهديفات وعلى ده، كان نحن عندنا في بالذات في المباريات الماضيه ما في اهداف الا ضربه جزاء سجلها صالح الشهري او سعود عبد الحميد سجل هدف من المدافعين. فما كان في نهج هجومي، كان كل التدريبات على النهج الدفاعي. فاعتقد انه المهاجمين لا نظلمهم بنقول انهم سيئين، لا، هم بيلعبوا حسب المطلوب منهم الان. الاجتهاد موجود، اللعيبه كلهم مميزين، ولكن الفرص القليله اللي كانوا بياخذوها في الانديه بسبب تواجد اللاعب الاجنبي وبالذات في المنطقه الهجوميه، منطقه تحتاج الى لاعب، كل الانديه بيجيب لاعب اجنبي. ولكن ان شاء الله حنشوف اداء جيد من مهاجمينا وتنفيذ للتكتيك المطلوب، وان شاء الله نحقق نتائج مؤمله وتفرح الشارع السعودي ككل ان شاء الله.